بس هاي بس لا تخشي الألم. ايه مهرجان كوالا عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ يلا بينا. جبت ايه يا باندا؟ ويلا بينا في اول طريق. هوبا الله الله الله. بس يا ابني اخدت اخدت الفاكهه وانا بتضرب. يا سلام. ولا ايه خيل؟ بس عياط. انا المفروض اسيبهم كلهم بالتربو ده في ايه؟ خد يا سلام. ولا ايه اوعى. اوعى عليه. يا سلام. معايا ثلاث صواريخ فل. طبعا بقى هم هيقلقوا كده هيعملوا ايه؟ بالظبط. هيبداوا بقى ايه يعملوا ساعه ويضربوا كهربا عشان يجيبوني. اول ما بخرم يعملوا كده. الشغل الرخيص ده. يلا تربع الطاير. ولي هي حلو حلو الركن ده. ايه ده؟ يا سلام سلام بقى. امسك التربو كده خمس لفات من غير ما حد يعطلني. اوه ده انا لسه كمان لما هجيبهم بلفه هيطلعوا عيني. اوه ده انا افتكرت لما هجيبهم بلفه خبطت. ولا ماشي. حلو حلو. عايز صندوق التفاح ده انا مقرمز عليه من زمان. كده انا معايا ايه؟ فاكهه الوان بقى مظبوطة. ولا ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انا وقعت. ده الحتة دي ما بيصدنيش تاني. يا ولد يا ولد. يلا يا بت يا يا. دي اللفة الأخيرة. يا سلام. ايه الطريق اللي بيخلص بسرعة ده؟ حيل. يلا يلا. ها هرم بابو. جبت يايا الكعكة وهوبا. يلا يا كعكة. حيل بس ماشي. بس عيوب. اوبا خيل. يا سلام. حلوة جدا. اه وني اوبا. خدوا دي كمان معاكم. تعالى يوت.
ايه ده ايه ده ايه ده جا منين ده؟ يلا بينا. طبعا هو جا منين؟ هقول لكم دلوقتي عشان الحركة دي كنت بعملها زمان. واحد كان ماشي هنا وقام جاي ضربني الصاروخ من هنا كده وانا ماشي قدام يعني زي كده، شفتوا الازازة راحت فين؟ فده اللي حصل بقى، واحد كان معدي من هنا قام جاي ايه ضربني صاروخ، والصاروخ مشى وجاب اختصارات وجابني وعادي يعني. ماشي شد بقى شوية. ولي بالعافية. فانت تبقى ماشي هنا يبقى معاك صندوقك. ايوة. يا سلام. لا 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 بس هاي بس لا تخشي الألم. ايه سرعتي جنونية. رحلة الغسق وجبت يايا. هوبا جبت يايا غررت العسل، مش عارف يعني ايه، بس لما لقيت فيه عسل وكده قلت بقى اكيد مثلا محتاج عربيه يكون لونها اصفر في اسود عشان لون النحله او لون التاكسي الاسكندراني مش متاكد، بس مش عارف حاسس ان هو اعمل عربيه كده. عامله زي البنات الصغيره لما تيجي تسوق كده او القصيره لما تيجي تسوق عربيه بتلاقيها مش طايله مش شايفه قدامها وشاب على الدريكسيون كده وحاجه نيله. ويلا مع التربو الازرق. هوبا. لا حلو حلو تطورت في الطريق ده. شوف الاختصار. ولا يا سلام. ولا الحتة دي. لا حلو حلو عديتها كويس اهو. أهم حاجة بس ما يضيعش كده. وأكمل بيه لفة كاملة أنا كده بقيت كويس في الطريق ده. يا سلام يا سلام. أو علي. اوه ده انا خبطت في الهواء فالتربو ضاع برضو. ماشي السرعة كده كده قريبة وهنبتدي تربو تاني. السرعة بتاعت التربو ويلا بينا. حلو يا سلام. اوه علي. حلو حلو حلو. ايه ده ما الطريق ده طلع حلو. يا سلام. اوبا يا سلام. ابعد بقى عن الحيطه كده. ولي يا سلام. اوبا لحمت لفه التربو الازرق في اللفة الثانية. يا سلام. لا 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 يا لعيبة سيبوني افرح. طيب سيبوني افرح ده انا ما صدقت. ماشي وعامة في تربو ازرق فوق بس مش عارف اعرف احافظ عليه ولا لا. ماشي هيضيع هنا اكيد. لازم لازم عشان انا كنت رحله بسرعه بطيئه جدا والمكان كمان مش مساعد ان انا اعمل تربو كتير ورا بعض. بس كويس كويس. اوبا اللعيبه في حته على الخريطه وانا في حته تانيه خالص. ولا ايه ايه ده في جنيهات ذهب اهي. حلو 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 حلو. اعرف احافظ عليه بقى بعد المخمضه اللي حصلت دي. يا سلام. ولا يا سلام يا سلام. لازم هنا ثلاثه بقى. واحد واحد هي. يا سلام.
حلو حلو حلو، يا سلام. هاي خد الصندوق ده هنا. ولا ولا ولا، ما يضيعش ما يضيعش. ايه كانوا حاطين ازازه تاني ولا حاجه ولا ايه؟ تمام. اوه اللي بعده، الجزيره البركانيه. هوبا، جبت يا الباندا القديمة، ركبت عربية صغيرة. وسع يا ابني، بس عملت حاجة جديدة هنا، وهي اني عملت شفرة النطة العالية دي. مش هتفرق معايا في الجامب ولا حاجة، هتفرق معايا في حاجة تانية. هوبا، التربو الأزرق يا جدعان. التربو ده ما كانش بيبقى موجود أصلا في الطريق ده، بس لما تعمل شفرة النطة العالية بيجي لك التربو الأزرق كده. اوهو، دي بقى التجربه اللي انا عايز اجربها. طرق ما فيهاش تربو ازرق، العب بيها بتربو ازرق. ايه السرعه المجنونه دي؟ قلت اخر طريقين كده اختار طريق. ايه ده؟ بص بقى الغلاسه بقى. قلت اختار طريقين كده ما فيهمش تربو ازرق، خليهم بتربو ازرق. طب اجيب الاختصار. طيب يا ولاد اللذينة، يا ولاد اللذينة. ماشي، نحاول تاني. المهم كنت بقول لكم ان قلت اخر طريقين بقى، اللي هو الطريق ده والطريق الجاي، يبقوا طرق ما فيهاش تربو ازرق ولا العب فيها بتربو ازرق كده. جرب ولا ايه؟ الطريق بقى افضل كتير الصراحة. التربو كده بيخلي اللعب ممتع. يا سلام، خد ياض. ده هما كمان بيجيلهم تربو ازرق يا ولاد اللعيبه. بس يا ابني، حيل السرعه جنونيه. ولا ايه ده؟ ده راح ليه؟ ده انا كنت ماشي بسرعه زي الفل. ماشي، مش مشكله. ولا افضل جوله كانت 24 ثانيه. تعال نشوف الطريق اللي بعده. هاي جبت يايا كعكه تاني. هوبا، حسيت ان ايه ده؟ حسيت ان انا لايق على الطريق ده اكتر. نجرب بقى، انا باخدها على واسع عشان ناخد السرعه اللي هناك دي. شوف بقى التربو الازرق. اوه يا سلام، الطريق كده يخلص في ثانيه. حلو حلو، هو الاختصار صح. اجربه كده. يا نهار ازرق، ايه الحلاوه دي؟ نهار ازرق. انا حاسس ان انا طاير، انا طاير طاير. استنى، انا خبطت في الحيطه جامد. اديني دفع. علي انت معاك سرعه كبيره، اجري يا معلم. هزر ولا ايه؟ جبت اللعيبه بلف اهو في ثواني، رغم ان هم كمان بيجي لهم التربو الازرق يا ولاد اللذينه. ما تجيبش اللعيبه بلف، نفسي يكون اصعب من كده عشان ما اعرفش اجيب الملف وامشي مرتاح في الطريق. بس بقى، بس انت وهو ياض. ايوه، بس محدش بقى يضرب حاجه.
جابين لي سرعة، جابين لي سرعة. ايه الحلاوة دي؟ متهيألي لو جبت التريقة 7 لفات هجيبهم بلفتين. ولا الطريق، الطريق كله في دقيقة 51 ثانية، 5 لفات. ده غير ان انا تعطلت كمان. بس وبكده اكون خلص فيديو النهاردة، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله، ويلا سلام.